السلام عليكم، بلوك جديد ونهار جديد. بزاف منكم يسولوني على الطبيب اللي ولدت عنده. انا دابا غادا عنده وغادي نوريه لكم، واللي بغى يجي راه الطبيب تبارك الله غزال وراك شفتوا النتيجه الحمد لله. وشنو ثاني المهم خليكم معايا، غادي نمشي عنده دابا لانني عندي اليوم كونترول وصافي. وبغيت نوضح شي حاجه، المهم جايه ومسكينه ذهب كانت مريضه، علاش البارح ما بانش لا في ستوري لا في والو، كانت مريضه. انا الغلط خرجتها ومشيت لعين الدياب وداكشي ومرضت ليا. المهم اللي بغيت نوضح بزاف منكم في الفلوج ديالي اللي كنت في البارك، يعني شوف انا بغيت نقول لك واحد الكلمه، انا ماشي كنكره لي كومونتير، انا كيوصلوني لي كومونتير كاي كنشوف اي تاك اي تشاش كنشوف. بزاف كيبقاو يعايروا على اللبس، ما اللبس كل اللي تخص راسو، اللي بغى ينصح ينصح راسو. ما عندك ما تقول لك، قولي الله يستر، الله يستر على الجميع. راه حتى شي واحد، شوفي عمركم ما تحكموا على الكتاب من عنوانه، راه ما عمركم ما تعرفوا انا اشنو كندير، ولا انا اشنو كندير في داري عاد كنخرج. راه تلقى راسك حتى داير الزيف ومع تحياتي صاحبه الزيف ما كتصلي تصلاتك، وهاد العبده اللي كتشوفها كتعرى وكل شيء. وديك انا ما كنبوش حتى شي الفجر اللي كتقدر تشي الفجر كيادو انت جالس كتحسقي ياكي، انا كنصلي وا بخو تدخلوا تقراتكم شويه. لقيتي ما تقوليش نصيحه زوينه، قولي نصيحه زوينه. انا نعطيكم من الاخر، انا مابقاش نقول عليا نصائح، بغيتو تنصحوا نصحوا بنتي، ديري لها فعلي ليها. انا كيعجبني الحال حيت ما عارفاش، واللي كيقول لي ديري هذا للبنت كاكا وديري هذا للبنت كاكا كيعجبني الحال. وكنشكركم بزاف واخا كندير لكم مقلوبه، يعني راه ما كنبغي نكتب ولكن ما فهمتي، ما كيكونش ماشي انا اللي شاد الصراحه. بعد ما تكون كندوز غير هكا كنتقبل نصيحه لبنتي لاني ما عارفاش، واللي كيبغي ينصحني انا راه انا ننصح قبيله وتجيني قليله، لان انا عارفه اش كندير في حياتي. حتى شي واحد ما عارف اش كندير بيني وبين الله سبحانه وتعالى. تعريت هذا وقت، هذا كنعيش وقتي، كنعيش سني، ماشي انا يا على قبلك تي او على قبلك تي باش ما تعينونيش. انا منعيش، انا كنعيش سني، اما بيني وبين الله راه عارفه اش كندير بيني وبين الله. ولا اللي كتقول لك باغاتي هذاك النهار قلت انا على قبل بس تا طوموبيل ما تا طوموبيل، هذيك كنضحك انا عفويه كداويه خاويه كنضحك. اما انا المهم ما علينا، وكتقول ما بغيتيهمش هذيك الساعه كون بغيتي هادشي كون ما ولدتيش. بصرا اخت الله عطاك العقر، هادي مني انا خدها سير الله يعطيك العقل. بنادم مريض فراسو، والله حتى مريض فراسو، سبحان الله. ما شنقول لكم، المهم خليكم معايا. دابا انا غادا عند الطبيب ديالي، انا يلاه خرجت من الدار غادا عند الطبيب ديالي باش يعطيني داك الشيء ديال الدوي ديال صافي زعما. المهم غادا عنده دابا وغنوريه لكم كلشي طلبوني منه، انا نوريهم الطبيب ديالي. ولقيتو عامر، راح يكون عامر كنمشي مع الجوج، كتجيني نوبتي مع الخمسه. الا لقيتو عامر غنمشي نقضي غرضات اخرين، وخليكم معايا عاد رجع عنده. واه عليكم، واكيد الكلام ما موجهش كلشي الناس، موجه اللي كيكتبوا عارف الراسو راهم غيفهموا راسو. المهم بغيت غير نزيد نوضح لكم بزاف، ماشي حتى بزاف، غير واحد الفئه قليله كتقول انا شمكاره ما مربياش. بغيت نوضح لكم واحد الكلمه، وان شاء الله غتكون هذه اخر مره غنهضر على هادشي ديال لي كومونتير وهادشي، لان ما كيعير على اللي مفقوص على اللي مقهور، عرفتي. بغيت نوضح لكم واحد الحاجه، رباتني مراه، تعرفوا شنو معنى رباتني مراه؟ انا كبرت بلعب، كبرتني مراه، كبرت حنا ثلاثه، كنا خرجتنا واقفين، كنا خرجتنا على الصح. اما تقول انا شمكار، انا عمرني ما دوزت حياتي التشمكير، انا كبرت كبراتني في الخير وكبرت في الخير والحمد لله خير باين عليا. وعلى باش تعرفوا هذا الشيء الخير باين عليا وعلى قلبي البيض الحمد لله وصلت، وانتم غتبقاو بحال هكا داويين خاوين. حيتاش الانسان اللي بغى يوصل خصو يصفي، هذا هو الاول باش الله يعطيه، راه الله ما كيجيش ويعطي، راه صعيب الله يعطيك كتقولي الحمد لله، فهمتي؟ صفي تشربي يا حبيبه. اما تبقى تقول انا شمكاره، غنعاود لك جوج مرات، رباتني مراه، عشني معناتنا رباتني مراه كانت راجل وربات رجاله. اما تبقاو تقولوا انا شمكاره، انا اصلا ما عمري مدوست شي ديال الشمكير اصلا في حياتي. اش غنقول لكم؟ الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. بنت الناس اللي كتقول الهضره الخايبه، شوفي الهضره كيقول لك الهضره الزوينه صدقه، وما عادش يقولوا لها
بنادم انا ما عجبتنيش واحد الحاجه نسكت. انا عمرني في حياتي ما انتقدت شي حد ولا ضريت شي حد، علاش؟ الحمد لله ومحبوبه عند الناس، وقسم فمي بالله راه ماشي كنقولها هكا كنفتخر على راسي، لا عندي قبول ديال الله، وهذا صعيب تاخذو لان عند رضات الوالدين راه صعيب تاخذي قبول ديال الله. اش انا ما كانش عندك هذا زوين، حيت الله ما يعلم بالقلوب غير الله سبحانه وتعالى. الله كيعطيك على قد نيتك، انا غيضربني كاع. بسم الله كيعطيك على قد نيتك، كل ما كان قدك كل ما كان قلبك بيض وزوين الله كيعطيك. ما تبقاوش تعايروا في الناس، انا ما كيضرونيش هادشي كامل والله ما كيضرني، حيت اللي كيعايرني كنعرفه مقهور مني، وشحال من وحده كنعرفها كتعايرني والناس كيجيو لي مسجلينها ما كنعرفها، وتنقول المشفي ما كيوصلش اللحمه تيقول عليها خانزه. بقاو حاضرين الناس سيروا، انا ما شاركت معكم، ما شاركت معكم تا كطيبه قلب، فهمتوا يعني؟ كنت كشارك عاش اش بيني يعني، انا ما يعني عاش بيني وبينكم نشارك معكم حياتي ونبدا نتعاير انا، يعني شنو الفايده؟ ما الحمد لله ما ناقصني خير، الحمد لله والشكر ما ناقصني خير، بداري فلوسي الحمد لله، بنتي. وصعيب اي واحد الله يعطيه بنيه، حيت الله فيك يعطيك بنيه رحمه، وصعيب تفهموا هذا الشيء ديال الرحمه وهذا الشيء، الله فيك يعطيك بنت كيعطيك رحمه. واش غنقول لكم؟ المهم انا وصلت عند الطبيب، انا صراحه ما كنعرف سميت الشارع، انا نصور لكم اللي يعرف عرف واللي ما عرفش. المهم كتفوتوا الجوطيه يمكن مارت راه محمد دي صغير راه غنصور غتعرفوا. المهم طلبوني الناس قالوا لي صور لنا الطبيب ديالك. صراحه من دبيست صراحه، انا عجبني بزاف الطبيب وخدمته نقيه صراحه، واخا كيطلب تيبقى التحلي بزاف وداكشي، ولكن المهم دابا غنجي عندو ونشوف واش يعطيني اليوم وصافي. وسمحوا لي بزاف لان انا يمكن درت واحد ليميت بالهضره، مي اخر مره غتكون انني نهضر على بحال هاد المواضيع. والبارح انا صورت فلوق كان ذهب شويه مريضه، ولكن هذه غلطه ديالي علاش ما نزلتش الفلوق، وانا عارفه كلشي غيلومني وصح انا الحاجه كنغلط فيها ولاموني الناس كنقولها غلطت، اما الشيء اللي انا نتعرى ولا انا حياتي بيني وبين الله، يا كنصلي صلاتي ونخرج ما تحت من سوقه. المهم ما علينا، كانت مريضه ضربها لي البرد البارح، ديتها للعين دياب والبارح وضربها لي البرد، ودرت لها ديجا الطبيب عطاني قوي البيت وعطاني سيرو وعطاني داك الماء ديال البحر اللي كيدير لها النيف وراه الصهد. وانا انا دابا جاي عند الطبيب جاي يعني محترمه وصافي والى هنا وتنتهي عجرتكم المحلوة. المهم انا دابا غنصور لكم الشارع، واللي يعرف الطبيب هي هذيك اللي ما عرفوش اختي راه عندي مندي لكم، غنصور لكم كارت فيزيت ديالو باش تعرفوا الشارع فين كاين. والله يدي ما خلق، بس هادشي غنقول راه ما كتضروني في حتى شي حاجه، بالعكس عادي انا بالعكس كنشارك معاكم وماشي غادي تكسريني. غنقول لا ما بقيت نصور، بالعكس غنصور وغنضحك مع لي فان ديالي اللي كيتلاقاو معايا في الزنقه وكيبقى يسولوا على ذهاب، يعني بالعكس كنفرح. كان شي صعيب انك الله يعطيك حب الناس بلاش، صعيب عليك ان يعطيك الله حب الناس بلاش، اقسم فمي بالله الا كنتلاقى عقلي الا في النهار 20 واحد وكيفرحوا دلال اختي وضلمك الكاميرا، وصح انا يمكن كنكون ضلماني الكاميرا ودلال دلال دلال وساكن ومبروك الزياده وكيدير دهوبه. المهم كلمه زوينه حسنه وصافي. المهم البنات هذا هو، شوف هذا هو الطبيب، انا غنقرا لكم هذا البريميتاج. هنا اسميت هنا الله اعلم. المهم هنا كاين الطبيب، هذا هو الشريعه، انا ما كنعرفش لان كنت كنجي غير بجوجل ودابا وليت كنجيب فهمت. هنا كاين الطبيب سير سير. المهم ما علينا، المهم اللي جا من هنا، انا غادي نقرا لكم. ها هو الدكتور فالا، من احسن الاطباء البنات، الله يستر لي فيها كيوس صدرها اللي فيها هو صدر وداكشي، من احسن الاطباء في المحمديه، راه ما كاينش شي واحد في المحمديه ما كيعرفش الدكتور فلاق. يعني انا جيت له من طرف واحد السيده هي اللي جابتني ليه. المهم انا كنوريكم هكا ولا هكا اللي عرف الكيوس الله يستر لتحت. المهم
كنت متنقي والدتها ماشي مهم ماشي عيب. وهادشي ديال الصدر اللي في كوز في الصدر راه ولا عندنا حاله يعني ولنا جاربها العمل. المهم هذا هو الطبيب حتى الفعلق انا طالع عنده دابا يكون عامر. غنديرو معكم حسينه ورجعت ثاني يلاه هبطت عند الطبيب بغيت نصور لقيته عامر ولكن حتى لثلاثه غنصور لكم لان لقيته عامر عطاوني جات نوبتي مكاينش هنا مكاينش الغونديفو النوبه جات نوبتي مع الثلاثه عاد قالت لي الفرمري عندك التلفازه اليوم باش يشوف لك الفتحه على قوه الاكبر باش يشوف لك الفتحه الفتحه الداخل واش مزيانه وكلشي مزيان قالت لي عندك التلفازه كبيره غادي يخرج لك دوايا تاكد كمان على الحمل وهاد السوالف. وكنت ديجا دقيت براوات كنقول الوالده وداكشي. المهم قالوا لي ثلاثه رجعي لان عندك التلفازه. انا غنمشي دابا للمرجان الكبير غنمشي للمرجان باغا ناخذ صراحه باغا ناخذ فاليزه فاليزتي كامل جمعت فيه حوايجي كاملين دي الشتا وداكشي ومبغيتش نجبدهم من عندي ما ندير مبغيتش نحطها في الدريسينغ داكشي نبعزز. وقلت نمشي نشوف شي فاليزه عاديه لان باغا نمشي الجديده وجاتني بعيدة ومنها غنمشي نخلص الويفي وصافي. ايوا المهم ما تقلقوش مني الا دودو بشي طريقة لان صراحة تنرفزون. وحدة واحد اليوتيوبرز عثمان الطنابل اختي اللي صان صغالي واحد اليوتيوبرز كتبت لي في الكومونتيغ في ال في ال في ال كومونتيغ في اليوتيوب وقالت لي عافاك دابا فنجي فنجي الامارات نتلاقاو داكشي كتبوا ليها اتلاقي مع هاد الموسخه اش غنقول لكم الله يستر الله الله يستر ما خلقو صافي موسخه وعجبني راسي ما بغيت ندخل في شي مواضيع مي اش غنقول لكم عائلتي كتشوف تتفرج وناس كنحترمهم وناس بحال امهاتي تما كيتفرجوا وناس بحال خواتاتي كيتفرجوا ما جاش ما عرفتش والله خلات عويا مسافيا نطقوا ما فيه وصافي دابا غنمشي نمشي ناخذ الفاليزه. انا ما عارفاش محمدي فين كيتبع الفاليزات صراحه نمشي غير مرجان ما عارفه والو في المحمديه وما فيه منزل تركاز اللي عندي موعد مع الثلاثه ودابا يلاه دابا راه قولي جوج خلت ولود وصافي وبس. المهم خليكم معايا وبزاف منكم ماشي بزاف شي فئه ديال البنات طلبوا مني قال لي دلال كيفاش احيد الكلف منك. انا نقول لكم طريقه زوينه انا دايره الدادو الحنه والحامض في الدار هذا من غير الحمام. انا مشيت الحمام كملت 40 يوم مشيت الحمام لان سيزاريا ما مشيت حتى كملت 40 يوم شهر و10 ايام. المهم دايره الدادو الحنه والحامض ما كيكون كنكون جالسه في الدار او ما خارجاش كنحط هنا وهنا وهنا وداكشي انت عنقرا مشى منو الكلف يدي تما كانوا ولاو ليا كحلين بالكلف مشى باقي غير شي بلايص كندير الدادو الحنه وكنت كنشوف وكنفرتتهم فهمتي تا غنمشي الحمام ان شاء الله وغادي تحيد كل شيء ان شاء الله. المهم جالسه في الدار ما عندك ما يدار ما تعوميش ديريهم دهني شويه دهنيهم بحال الكريم بحال هكا هكا في ديك البلايص اللي خرج لك فيهم كلف وديري اللي خرج لك فيهم كلف واش تحيدي هاد الصغبه اللي خرج لك منهم كلف وديريهم خلي متين شوف وفرتيهم فرتي داك الشيء فرتي فرتي والله يسمحنا من الوالدين هادشي غنقول تعدوا معنا مساكن حنا ما نحشموش وحق الله الله يسمحنا من الوالدين. احلى تحيه من المغرب الامارات احلى ام في العالم هي ماما وما غيحس باللي رباتني امراه غير اللي رباته امراه وصافي. وصلت شنطتي وصلت المرجان انا وصافي دابا غادي نجي اللي باغا ندير انا في مرجان انا دايره الويفي دايره الويفي دايره بلا كونترا يعني الا بغيت نسافر غنجي نقطعو باش ميبقاش تحسب عليا لان انا غادي مسافره مسافره بعيد وغادي نجي نحبسو دابا و يعني بكونترا كردو 500 درهم بس كتخا تحافظ على البواطه كامله ديال الويفي بالميكا ديالها بكلشي وكردوك 500 غير 700 ياخذو 750 كياخذو 250 غير ردو ليا 500 ونقطعو
ودابا جيت نقول له انا نجيبو لكم ني باشات شي درت. المهم وهذا هو مرجان ديال المغماليه وصافي ناخذ فاليزا وصافي وانا يلا موتي سينما صاد صراحه جين صاد ما يمكنش نجي هنا وما نجيش هنا صايب لي خبيزي هادشي هادو داكشي بنين بنيعه ما نقدرش نصور. المهم علاش ما نجيش هنا الشيء سمح لي اللي كتوهموا شحال عندي شي ويلا وصلت نوبتي دابا 6 انا عند الطبيب كندير غندير التلفازه انا متكي دابا كنتسنى في الطبيب يسالي داخل وهي 6 انا مازال ما جاتش نوبتي مش عارفه الطبيب تبارك الله راه واعر و يعني تبارك الله عليه والله اللي عدا الله يستر الكيوس والزازا والكرات في هذا راه معروف تبارك الله يدو ما شاء الله. المهم نشوفو دابا غيشوف لي الفتحه من داخل وصافي ان شاء الله كلشي يكون بخير على خير وصافي. ودابا وهذه كانت نهاية الفيديو حق الله العظيم يلا دخلت من عند الطبيب راه حتى 6:30 عاد خرجت من عند الطبيب والحمد لله الفتحة مزيانة كلشي مزيان وصافي وها هو ما بقيت في الدار هي انا ويونس لي راه كلها بصهات بلاصه الشمس قتلت ناس. المهم يلا كملت مع الطبيب مسكينه قيد دابرو يدير مسكينه توحشتني. المهم شكرا بزاف نوح عليكم باي باي الفلوق جديد.